لغز عمره أكثر من 100 عام، شلالات الدم، يتدفق في القارة القطبية الجنوبية نهر جليدي تسير منه مياه حمراء اللون تدعى شلالات الدم، وقد اكتشفها الأسترالي تايلور عام 1911، والذي اعتقد أن سبب اللون الأحمر نوع من الطحالب المائية. ساد هذا الاعتقاد لأكثر من قرن قبل أن يتوصل العلماء إلى حل هذا اللغز. يا ترى ما هو السر؟ أدرك العلماء أن سبب اللون الأحمر هو ارتفاع نسبة الحديد في الماء، ولكنهم لم يعرفوا آنذاك مصدر تلك المياه. لذلك قام فريق من الباحثين بالحفر في المنطقة ليجدوا أن مصدر شلالات الدم يأتي من بحيرة سرية تحت الأرض. اكتشاف مثير فتح الباب أمام دراسة الكائنات القادرة على التأقلم مع الظروف البيئية القاسية.